أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا مات الأب ومنع أحد أبنائه من الميراث، فهل الذين أخذوا ميراث أبيهم إيش؟ أحسن الله إليكم، يقول: إذا مات الأب ومنع أحد أبنائه من الميراث، كيف منع أحد؟ من هو اللي منعه؟ ما أحد يمنع من الميراث، لا الأب ولا غيره، حكم الله عز وجل. نعم، ما يمنع من الميراث إلا الرق أو القتل أو اختلاف الدين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. ما يمنع الميراث أحد من الخط. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.